مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا رحبوا معي بالأستاذ زياد صاحب شركة أريانا جيفتس. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ زياد. الله يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك، تشرفنا بك. الله يزيدك شرف يا رب، تسلم. طبعا بالبداية أنا فخور جدا أني أنا موجود داخل الشركة الخاصة بحضرتكم. الله يخليك. الآن خليني أتعرف عليك ونعرف سادة المشاهدين أكثر عن حضرتك وعن بدايتك في دولة الإمارات. كيف بلش البزنس معك؟ تفضل. أول شيء جيت الإمارات كسياحة وبصراحة كانت أول مرة، وبصراحة أغرمت فيها لما جيت، يعني حبيت المكان. حبيت المكان، كان يعني كانت جيت عند أصحاب وكانت ضيافة مميزة جدا، حبيت البلد، اقترحوا علي يعني أني أقعد وأعمل مشروع. كان في بالي مشروع حلويات، كان شوية مميز، حلويات صناعتها شوية مميزة، بدينا بيها واحتاجنا البوكسز. ومن هنا بدأ أول مرة بدأت الانطلاقة للفكرة اللي عندنا الحين واللي شغالين فيها. ما شاء الله عندكم. خبرنا أكثر عن أريانا جيفتس، عن الخدمات والبوكسات اللي أنتم بتقدموها للمجتمع الإماراتي وغير الإماراتي. أعطينا نبذة عن شغلكم، شو بتعملوا؟ أنا حاولت أقسم الفيلد هذا الأقسام كبيرة حتى يمكن تسهل شوي. كان عندنا قسم كبير اللي هو الهوتيل اللي يحطوهم في الـ في الـ في الـ في الغرف اللي تحتاجوهم، كل الغرف يعني الأشياء الجلدية اللي نستعملوها في الأوتيل. نعم. عن تبع الويدينج طبعا، يمكن أشياء بالهاي كواليتي تبعها بالفيري فيري هاي اند، يعني نشتغلوا كثير أشياء، خاصة حتى للشيوخ ما شاء الله اشتغلنا كثير. أنا لاحظت أول ما دخلت سبحان الله العين دائما بتميز وبتقرأ الإشي اللي بيكون هاي كواليتي. ما شاء الله عنكم. طبعا الحمد لله، يعني كواليتي وصلت إنها يعني الهاي اند. قلنا أوتيلري اللي أشياء الغرف كاملين، الويدينج تبع الويدينج نعرفوا احنا في المجتمعات الخليجية الزواج يكون يعني شيء كبير، وحقيقة يحطوا يعني يلولوا اهتمام خاص بالضبط. فاحنا هالبارت هذه اشتغلنا عليها، وكثير متطلبات الزواج للمهر ويسموه الذهبة والأشياء هذه كلها أشياء very very high end. حاولت أنكم يعني تغذوا الشعب أو الكلتشر اللي موجود هون بالتقنية اللي أنتم بتشتغلوا فيها. صح، هو هي خاصة البارت هذه كانت يعني موجهة أكثر للمجتمع هنا، وعطيناها كواليتي عالية وصارت شيء يعني مطلوب وحلو. يعني برافو عليكم. طبعا نتمنى لكم التوفيق والنجاح أكثر وأكثر، تستاهلوا. الآن فقط كلمة بعد لنا القسم الثاني هو الباكاجينج اللي هو البوكسز بأنواعها كلها، من الورق إلين الجلد إلين الأشياء هذه. وعندك الأشياء المكتبية اللي هي أوفيس سيتس للشيوخ، تكون شيء يعني حقيقة أنا كمصنع نشوفه ونقول هذا شيء رائع. نعم. أكيد طبعا رح نستعرض بعض الأشغال الموجودة اللي انشغلت من خلالكم على الشاشة بعد قليل. الآن خلينا نتحدث عن التميز اللي أنتوا اكتسبتوه خلال المسيرة العملية. إحنا بنعرف إنه اللي بيستمر بالسوق معناها هو مقنع مجتمع كامل بالمنتج تبعه. نعم. فكيف أنت قدرت تتميز من هاي المنافسة؟ صح ان هالمنافسة عالية، لانه في التوجه اللي موجود خاصة في الامارات انه لازم دائما تكون في التوب. اذا ما كنت نمبر وان تفوتك الاشياء بسرعة، يعني لانه المتغيرات كثيرة وكل شيء متغير بسرعة. يعني في الفيلد تبعنا في كذا عامل حسب رأيي أنا صنفناهم إنهم ذوكم لازم يكونوا هم بصمة الشركة، اللي هم سهلين يعني أشياء تعرفهم كل الناس، اللي هو التايمينج يكون صح، الفينيشينج يكون عالي، والكوميتمنت والتعامل مع الزبائن هو يكون يعني نمبر وان،
بالإضافة إلى البرايس يعني كمان أكسبتابل. البرايس هو أكسبتابل بالنسبة للكاتيجوري اللي نعمله فيها. نعم بالضبط. وإحنا في الأخير إحنا التصنيع، فدائما البرايس تبعنا تنحسب على حسب التايم والبرودكت. ما عندنا يعني هامش ربحي مش محسوب. مش تريدرز. مش تريدرز. احنا التصنيع. هاي اهم نقطة ذكرتها. نعم. بالبرنامج. برافو عليك. شكرا للمعلومات اللي فتنا فيها استاذ زياد. الان خلينا نتعرف على الخطة المستقبلية لكم كبزنس مان وكاكسبيرينس بيرسون. خلينا نحكي بدولة الامارات. شو بتشوف حالك بعد سنتين ثلاثة؟ وين بتشوف اريانا؟ اريانا هي في الفيلد تبعنا. حجم الفيلد تبعنا مش مصنع تبع يصير يعني تبع 1000 عامل. الفيلد تبعنا فيه كثير بارت يدوي. بارت يدوي سافوار فير يعني. يعني فيها فن. خلينا نحكي صح. ف الحجم في الفيلد هذا مش ممكن يعني يصير على إيشيل يعني على مستوى عالي انه كم كبير. كم كبير. نعم. لكن في بارت ثانيه تدعمه لانه هو الكل هذا الكل يعني يمشي في مجال الادفرتايزنج. فهذا في كثير اضافه تضيف له اشياء تخدم المجموعه هذه. فتصير تعطي برودكت اكثر والكواليتي بتاعك تبقى اللي هو عالي وثابت على نفسه. ثابت وعالي. نعم. جميل. نعم. جميل. شكرا للمعلومات. ان شاء الله دائما بتضلكم متميزين. الله يخليك. وان شاء الله بنشوفكم بالجي سي سي كنتري مش بس هون بالامارات. تستاهلوا. كمقيم هون بدوله الامارات ومستثمر اكيد تعرف انه دوله الامارات رقم واحد بالعالم تنعم بالامن والامان بالرفاهيه بالبيئه الاستثماريه والسعاده ايضا. فبدنا رساله شكر بسيطه من اريانا جيفتس ومنك انت ك برودكشن مانجر وك سي اي او للمكان. رساله شكر لشيوخنا الكرام. تفضل. حقيقه الشيوخ على قد ما تشكرهم يعني رساله الشكر مجروحه سبحان الله. كانه شويه في حقهم يعني حقيقه ابدعوا واخلصوا يعني فهمت كيف. في مسيرتي انا في ال 12 سنه والتغيير اللي شفناه في البلد ما تقدر الا انك مثل ما نقولوا احنا ترفع لهم القبعه. صحيح. يعني للاشياء اللي حطوها في مكانها في وقتها في الستيب الماشين بها. صحيح. يعني كل شيء مفهوم واضح ومثل ما تفضلت خاصه في الفتره هذه من العالم. صحيح. الامن يصير هو اكثر شيء نمبر 1 بالضبط. هذا السبب اللي نشوفه يعني كل دول العالم تزور دوله الامارات. نعم. تيجي عليها يعني باي وقت باي مكان باي زمان يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا الشكر من قناه اي بي سي العربيه موصول لشيوخنا وحكامنا الكرام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات. شكر موصول لك استاذ زياد لاستقبالك الرائع لنا في الشركه الخاصه بحضرتكم. ان شاء الله دائما نتمنى لكم الوصول الى راس الهرم والاستمراريه ايضا. قبل نهاية البرنامج بحب أخذ منك توضيح بسيط للمشاهدين وين إحنا موجودين بعجمان. تفضل. إحنا موجودين في صناعية عجمان قريب من لكي راند أباوت مقابل تك كارز تاكسي اللي هم اللاند مارك الأكثر. أيوة. شيء معروف. أوه. ومقابل تاكسي كارز. أوه. على طول يعني. جميل. المكان ما يضيع إن شاء الله. يس. جميل. طبعا مشاهدين الكرام أرقام التواصل في أسفل الشاشة مع الويب سايت واللوكيشن لأريانا جيفتس. شكرا لك مرة أخرى لوقتك الثمين أستاذ زياد. شكرا. الله يخليك أستاذي. شكرا. مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.